انا اسف اني سحبت القناة وما صورت لكم على السيزون، بس هلا بحكي لكم زبدة السيزون. السيزون كله خايس زفت مو حلو، بس هذا السكن يعني شوي عجبني وكل شي زفت، حتى الشخصية ما. وانا سحبت على اللعبة كلها لانه صار بتطفش كتير، يعني لدرجة ما عندي اشي، يعني شوفوا ما مسوي ولا مهمات. الا بدأت السيزون اللي لعبت كنت محضر لكم فيديوهات، بس بزهق. وهدول انا شو يعني، انا بس لعبت على اول ايام السيزون بعدين سحبت، جبت بس هدول وبس. المهم اسف على السحبة و اشتركوا، خلينا نوصل 300 اتوقع او 300، وراح يصير تقريبا شهرين، يعني بكرة، يعني لما يجي بكرة خلاص بيصير شهرين. شهرين انه مش منزل، بعرف انه اول حد راح يشوف الفيديو، بس يلا ماشي، و peace out.